penuh daripada orang yang buat kebaikan. Dia menceritakan tentang pada tadi menceritakan tentang sunnah tentang Rasulullah. Kalau depa suasana pun Nabi pernah ajar. Itulah Nabi cerita sebab Nabi pun sebenarnya suka suasana. Betul, eh? Suasana. Belik kan punya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lalu alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan dahulu seperti biasa dengan istighfar, ungkapan mulia. Kita sediakan hati kita, jiwa kita, kita bersihkan dahulu bekas hati kita itu dengan istighfar. Lalu mudah-mudahan ianya doa adalah doa yang bukan sekadar dibaca pada lisan tetapi lahir daripada hati dan dalaman. Sama-sama kita istighfar terlebih dahulu 3 kali dan kemudian kita masuk ke dalam ratib al-atas insyaAllah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومواله وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطا صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله، 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله. يا الله بها، يا الله بها، يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة يا كريم، يا الله بها، يا الله بها، يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة يا كريم، يا الله بها، يا الله بها، يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 الله 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 الله، لا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين.
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته بأن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولا عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وموالاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودع أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allahumma ya Allah, kami memohon melalui orang-orang yang dikau redai ya Allah, melalui hamba-hamba yang dikau kasihi ya Allah, melalui orang-orang yang mana dikau kabulkan permintaan dan doa mereka ya Allah, melalui keberkatan baginda Nabi Muhammad kekasihmu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Zat yang lebih mengasihi akan makhluknya lebih daripada ibu kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Lidah kami terlalu banyak meminta ya Allah, namun khazanahmu amatlah luas ya Allah. Allahumma ya Allah, dikau lebih mengetahui tentang kesulitan kami, tentang kepayahan kami, tentang kesempitan kami, tentang masalah yang sedang melanda kami, daripada kewangan kami, daripada kesakitan kami, daripada kesulitan kami ya Allah. Dikau mengetahui segala-galanya ya Allah. Ya Aliman bi khalqi, wahai Zat yang Maha mengetahui. Ya Khabirun bi khalqi, wahai Zat yang Maha sempurna pengetahuannya ya Allah. Ultuf bina, ultuf bina, kasihanilah kami ya Allah. Wahai Zat yang Maha mengasihani, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami ini adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Janganlah dikau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu menanggungnya ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada yang sakit dikau sembuhkanlah ya Allah. Kepada yang kehilangan ahli keluarga, maka dikau anugerahkan kesabaran dan ketabahan ya Allah. Kepada yang terpaksa berpisah dengan ahli keluarga kerana diasingkan, dikau anugerahkan kesabaran ya Allah. Kepada yang ada masalah perniagaan, pekerjaan dan kesulitan kewangan, dikau tunjukkanlah jalan keluar ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladwa ashrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla hawba wasur lana al-awrati wa amini rawati wa aghfir liwalidina rabbi wa mauludina
والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزو بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أطفي بهم نار جهيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة وبنت عمران أم عيسى سلام تزل لي راحمة وبآسية من أصبحت من كل هول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحشر يوم الطامة وكذاك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة وعليهم يا ربنا منك الصلاة الدائمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب امام Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tanya ustaz tentang Qalbun Salim. Daripada 25 formula hidup luar biasa. Apa ni formula yang ke-10 adalah tentang the power of sejahtera jiwa. Orang yang hati dia sejahtera, hati yang tenang, insya-Allah dia akan menang. Betul, insya-Allah. Teruskan ustaz, silakan. Alhamdulillah, baru-baru ni saya baca satu sirah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika mana Nabi SAW dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Lalu kita tahu peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun 6 Hijrah. Lalu Nabi SAW maklumkan kepada para sahabat kita nak buat umrah. Lalu Nabi SAW pergi, para sahabat pun pergi, orang-orang Mekah ni dah lama tak pergi tengok Mekah. Lepas 5 tahun lebih, tahun ke-6. Lalu ketika mana mereka pergi masa perjanjian Hudaibiyah tu dalam keadaan memang tak nak perang, memang tak bawa senjata, pakai ihram dan orang Arab memang dia tak pernah larang sesiapa pun untuk masuk ke Baitullah sebab mereka tahu itu adalah rumah Allah. Tapi kita tahu ringkas cerita terjadilah halangan. Orang Quraisy halang Nabi dekat jalan Madinah
Tapi Nabi lencong, Nabi tak nak perang. Sebab itulah akhirnya Nabi sampai ke Hudaybiyah, yang mana tak jauh Hudaybiyah dengan kota Mekah. Kemudian berlakulah perjanjian yang mana para sahabat pun pada awalnya tak boleh terima. Semua sedih. Umar bin Khattab tak boleh terima bila Nabi suruh bercukur. Mereka pun tak mampu nak bercukur kerana terlalu sedih. Mekah dah begitu hampir. Nak buat Baitullah rindu. Tapi tak boleh masuk. Tapi tak boleh masuk. Ada halangan. Ada sesuatu. Dan kemudian Nabi SAW patah balik. Tapi sebenarnya poin dia, walaupun maksudnya Nabi SAW dalam keadaan dihalang, dalam keadaan waktu tu para sahabat pun tak boleh terima perjanjian, treaty yang Nabi SAW tanda tangan, yang Nabi SAW apa terima tu. Tapi bila Nabi balik ke Madinah, apa yang Nabi SAW buat, Nabi tak duduk diam. Nampak halangan kan, kita pun hidup dalam halangan. Nabi tak duduk diam. Di situlah Nabi SAW mula hantar surat kepada 6 orang raja dunia waktu itu. Lalu Nabi SAW ni daripada sinilah, sebab tadi saya baca the power of segera. Bagaimana Nabi tak pernah duduk diam. Nabi sentiasa ada tindakan, segera buat. Lalu ketika mana Nabi SAW balik ke Madinah, waktu tu juga Nabi SAW tulis surat. Nabi panggil para sahabat, Nabi beritahu kepada para sahabat perancangan Nabi. Itulah baginda sebut, aku akan hantar surat dan aku akan pilih 6 orang, yang mana 6 orang ini akan sampaikan surat kepada raja dunia. Kaisar, Kisra, Raja Habsyah, Raja Mesir. Dan daripada situlah apa jadi? Daripada situlah Nabi SAW punya dakwah tu, marketing tu, raja-raja dunia dah mula sebut, siapa Muhammad ni? Sebelum tu Nabi hanya internal dekat tanah Arab sahaja. Semua raja-raja ni start nampak brand dia. Start nampak brand Nabi SAW. Dan itulah sebenarnya poin tu saya dapat daripada the power of segera. Bagaimana kadangkala kita pun dalam PKP ni banyak orang ada halangan. Tapi kita berbeza. Tak boleh keluar, tak boleh apa, semua tak boleh. Tak boleh keluar. Bukan bermaksud kita duduk tak boleh buat apa-apa. Betul tak? Kena lakukan sesuatu. Nabi SAW bila dah tanda tangan perjanjian yang berat sebelah tu, mungkin sahabat nanti boleh rujuk macam mana berat sebelah dia. Terlalu berat sebelah. Tapi antara perjanjian yang kenapa Nabi tanda tangan ni, satunya kerana itu perintah Allah. Tapi antara perjanjian itu adalah orang Quraisy kata, kita tak akan berperang selama 10 tahun. Lalu sebab itu Nabi mula hantar surat keluar daripada tanah Arab. Sebab Nabi dah tak payah risau dengan orang Quraisy punya gangguan. Sebab dah 10 tahun tak akan berlakunya apa-apa. Tapi akhir sekali, orang Quraisy lepas 2 tahun yang mereka langgar. Yang langgar. Dan di situlah waktu perjanjian Hudaybiyah, jumlah para sahabat hanya 1,400. Kalau riwayat Imam Bukhari, ada kata 1,000, ada kata 1,003, 1,004, 1,005. Kita katakanlah 1,005. Tapi lepas 2 tahun, bila permukaan kota Mekah, bila banyak orang dah masuk Islam, waktu tu pun Khalid bin Al-Walid masuk Islam, waktu perjanjian Hudaybiyah yang berat sebelah tu. Selepas 2 tahun, bila pembukaan kota Mekah, Nabi bawa bala tentera 10,000. Hampir 10 kali ganda. The power of segera. Itulah kita boleh belajar daripada Nabi. Nabi tak boleh masuk Mekah. Kita pun tak boleh masuk ke mana-mana. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Dan sebenarnya poin tu saya dapat sebab pagi tadi saya sekali buat rakaman daripada buku Doc ni, 25 Formula Hidup Luar Biasa ni. Satu hari saya ambil 2 poin. Saya buat ringkas dalam video 5 minit. Lepas tu nampak betul. Power of segera memang ada pada Nabi. Terhalang je Hudaybiyah, terus tak apa, tidak duduk diam, terus hantar surat pada 6 raja dunia. Itu sebenarnya yang sepatutnya kita umat Nabi SAW yang sepatutnya ambil sifat Nabi tersebut. Lepas tu, bila buku ni terinspirasi untuk tulis, tajuk dia Hidup Luar Biasa. Hidup Luar Biasa. Dan formula-formula ni adalah the power of S, macam-macam S. Betul, kan? Betul. Jadi segera tu, saya kaji orang yang hidup dia luar biasa. Hidup luar biasa tu maksudnya dia outperform normal people. Outperform ni mungkin daripada segi performance. Betul tu. Kenapa orang ni performance dia sangat bagus? Dalam sukan, dalam hidup, dalam kerjaya, dalam perniagaan, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai mungkin hamba Allah. Betul. Kan? Kita pun diminta untuk menyegerakan kebaikan. Betul. Kan? Salah satu benda. Apa perkara yang kita dituntut untuk buat? Segerakanlah. Kalau kebaikan, kita segerakan. Betul. Kalau tidak, kita boleh lambat-lambat. Kan? Jadi, kunci speed ni adalah benda yang meliputi banyak aspek dalam kehidupan. Speed. Sebaik, macam kita, saya selalu bagi contoh dalam kelas.
relate dengan hidup luar biasa ni, dia yang pertama adalah kalau kita tengok dalam seluruh kehidupan, orang sanggup bayar lebih untuk kepantasan. Contoh, hari ni semua orang guna internet, internet slow kan, contoh. Pada hari ni orang cakap aku sanggup bayar lebih lah. Betul. Janji aku dapat laju sikit speed ni. Betul. Dia orang sanggup bayar laju untuk nak dapatkan speed yang luar biasa daripada kebiasaan. Jadi orang sanggup bayar lebih untuk speed. Orang takkan bayar lebih untuk kelembapan. Kan? Tak ada orang benci adalah. Orang benci lagi. Contoh macam tak ada orang macam call internet kita nak yang paling slow ada tak? Tak mungkin. Kan? Nak mungkin. Hindustan kata nak mungkin. Mesti dia nak yang lebih pantas. Ini macam ni aku nak lebih laju. Itu juga dalam kehidupan. Orang nak hasil yang segera. Kan? Dia nak sesuatu tu nak pantas. Nak dapat. Kalau boleh dia masak sekarang dapat semalam. Dah makan dah. Dah buang dah agaknya. Jadi manusia tu dalam prinsip hidup luar biasa, salah satu segera ni, the power of segera ni, kita mengambil kisah Rasulullah SAW. Kita juga mengambil iktibar daripada kehidupan, betapa sebenarnya nak hidup luar biasa, nak capai sesuatu yang luar biasa, kita kena ada tindakan yang luar biasa. Tindakan luar biasa, betul. The power of action. Kalau kita nak buat sesuatu, kita kena segera kan. Kalau kita nak ubah hidup, nak perbaiki hidup kita, kita kena segera kan. Kalau kita nak something, kita lambatkan, hasilnya lambat. Lagi teruk kalau kita tak buat. Dan salah satu opposite dia Ustaz, kalau saya boleh masa kita singkat, opposite kepada menyegerakan sesuatu adalah melambat-lambatkan sesuatu ataupun menangguhkan sesuatu. Dia akan jadi kepada menangguhkan. Penyakit paling besar ramai orang, bila saya dah mengajar ratus ribu orang, Alhamdulillah, Masya Allah dalam 12 tahun ni, penyakit paling besar ramai orang adalah suka procrastinate, menangguh. Terlalu banyak kes penangguhan ni. Penangguhan macam contoh saya ada kes orang yang mungkin dia pernah belajar dengan datang kelas saya 2 tahun, 3 tahun lepas. Lepas tu dia tangguhkan belajar. Dia tangguhkan, dia kata nantilah, nekalilah, lusa lah. Jadi dengan izin Allah kemudian dia datang. Dia datang awal tahun ni. Dia datang 2 tahun lepas, dia datang balik lepas 2 tahun ni. Dia tengok dia dah missing banyak benda. Dia dah terlepas 2 tahun. 2 tahun tu dengan izin Allah tahun lepas kita lahirkan 120 jutawan kan, daripada Spire kan. Betul. Ada 120 orang yang dapat first million. Kita ada data dia kan. Tu dah masa setahun. Betul. Kau bayangkan 2 tahun. Kan. Mungkin Allah alam lebih daripada 200. Itu yang kita track, yang kita tak track. Jadi ni contoh duniawi lah, contoh perniagaan. Kan kita senang nak measure business ni kan. So betapa penangguhan, orang banyak menangguhkan kejayaan. Tak kira salah punya kejayaan tu hayya ala solah, kejayaan kan. Penangguhan bertaubat, penangguhan mungkin perbaiki diri. Penangguhan daripada anything yang mungkin boleh membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dan bila saya sebut hidup luar biasa, saya bermaksud sebenarnya asas hidup luar biasa ni adalah asas dia kepada doa kita. Basic foundation dia adalah, salah satu dia adalah datang daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kita minta ya Allah berikan aku kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Itu luar biasa tu. Dunia tu nak dua-dua pun, kita nak satu ni. Dan akhirat pun dia tak nak masuk neraka dulu, syurga terus. Mungkin azab benar kan, langsung tak nak masuk neraka lah, clear, direct. Ini bukan jangan, bukan kaling-kaling yang orang kata. Bukan kaling-kaling sekarang nak syat. Bukan kaling-kaling katanya. Kan, itu bukan biasa-biasa ni. Dia nak yang luar biasa. Maksudnya dia nak kehidupan akhirat dia ketika di dunia ni luar biasa. Maksudnya dia, dia agama dia, amalan dia ni mungkin luar biasa, jaga. Dan juga sumbangan dia, kerja dia, perniagaan dia. Kalau kerjaya, kerjaya ni luar biasa cara dia kerja, disiplin dia. Kalau dia berniaga, berniaga dia luar biasa, baik manfaat dia. Jadi itu takkan boleh. Jadi asas hidup luar biasa tu adalah itulah doa dia. How to achieve that? Kalau kita tidak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Karakter yang luar biasa. Betul, luar biasa. Sangat dahsyat luar biasa dia. Of course kita takkan sampai kepada level Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh tengok contoh dia betapa hebat gila. Semua aspek. Semua aspek. Kan? Rumah tangga, dari perniagaan pun pernah berniaga, daripada sudut pekerjaan, betul, pentadbiran. Betul. Masya Allah. Dia akan dapat pahala penuh daripada orang yang buat kebaikan. Dia menceritakan tentang, pada tadi menceritakan tentang sunnah, tentang Rasulullah. Sebelum the power of suasana pun Nabi pernah ajar. Itulah Nabi cerita. Sebab Nabi pun sebenarnya suka suasana, suasana. Belik kan, ya, Mek?